حديث عن سيدنا أبو هريرة بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لا تنقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم.